هاي تعتبر بلغاريا من أقدم البلدان الأوروبية وبتسبق حتى الإمبراطورية الرومانية. هذا البلد الأوروبي الوحيد يلي ما تغير اسمه من تاريخ تأسيسه وهو سنة 681. ربع هالبلد مغطى بالغابات، وأقدم كنز ذهبي بالعالم تلاقى بفارنا سنة 1972، وتم لليوم اكتشاف 294 قبر بيضموا 3000 قطعة ذهب. بتعاني بلغاريا أزمة ديموغرافية مع تناقص عدد السكان من 20 سنة لليوم، ومعظم المواليد ببلغاريا هن من أمهات غير متزوجات. بيحلوا البلغاريين بالمرتبة الثانية عالمياً بمستويات الاي كيو المرتفعة، وبلغارية دانييلا سيميتشيفا هي الأذكى مع اي كيو 200. مين قال أن البلغاريين بيهزوا راسهم شمال يمين ليعبروا عن موافقتهم، وبيهزوا نزولاً ليقولوا لا؟ أنا قال بشوفكم بكرة.